وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب النهارده في دور الانعقاد الخامس رسائل كتيره ورسائل مهمه للشعب المصري. احنا في نهايه العام وفي نهايه ادوار الانعقاد لمجلس النواب، وطبعا حصيله اشياء كثيره كانت في مضمون وفحوى كلام الدكتور علي عبد العال. ده دور الانعقاد الاخير اكد فيه اهميه الاصطفاف والتكاتف حول المواطن، ودعا لمواجهه مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واشار الى ان مصر محاطه بمنطقه مضطربه غير مستقره، وانه في من حولنا منازعات في كل الخطوط وفي كل الاتجاهات. وذكر بالنص: لا اخفيكم سرا ان استقرار امننا ووطننا مستهدف وبقوه، ولكن طالما كانت الجهه الداخليه بمعنى المواطنين والمجتمع اللي اصبحوا اكثر يقظه ووعي، طالما كانت موحده وعالمه بالاخطار المحيطه بها وواثقه في قيادتها، فلا خوف ابدا من هذه الاخطار والتحديات اللي محيطه بالوطن مهما كانت. واضاف كذلك علي عبد العال: كمواطنين فخورين ببلدنا، ولا يمكن اختزال المشهد في صوره من هنا او من هناك، او الاستماع لمغرض او مخرب او حاقد، مشيدا بتحسن المؤشرات الاقتصاديه للبلاد. رئيس البرلمان قال: علينا جميعا ان نعي ان حتى يتم استكمال هذه الدولة وتعافيها يجب أن تسترد القوة بالكامل، ويتعين علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات وعن الأخبار المفبركة المزيفة، المعروف مصادرها من فين وأهدافها إيه، ومعروف كذلك نتائجها بناء طبعا على خبرات سابقة مر بيها الشعب المصري عبر الأزمنة. وذكر أن نبذ ما بيننا من خلافات ومن انشقاقات وانقسامات مطلوب، ويجب أن نترك المصالح الشخصية والمطالب الفئوية اللي بيرغب في تحقيقها أصحاب المصالح. وجه رئيس البرلمان رسالة أيضا للحكومة وقال فيها: سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة، قاعة مجلس النواب طبعا، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية. أضاف علي عبد العال أيضا: عليهم أن يتحملوا المسؤولية، مقصود طبعا هنا الحكومة، وأن يحنوا على الشعب. كل مسؤول، الرسالة موجهة لكل مسؤول وللحكومة تحديدا. وقال في هذه الرسالة للحكومة إن الناس منتظرة الكثير من مجلس النواب ومن الحكومة أيضا، وعلى مجلس النواب أن يفعل كل الأدوات الرقابية من أجل تنفيذ هذه الأهداف المنتظرة والمرتقبة من قبل المجتمع المصري. وجه علي عبد العال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: نحن معك وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن هذا الوطن الغالي وعن مصرنا الحبيبة. دي كانت كلمة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اللي استهل بيها دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب. كلمات واضحة وحاسمة من رئيس مجلس النواب في نهاية العام وفي نهاية دور الانعقاد، بيتكلم فيها بشكل صريح مع الحكومة، وبشكل أيضا يعني جديد إنه الحكومة عليها دور كبير جدا في خدمة المواطن، ويجب على كل وزير وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته بشكل كامل قدام المواطن دون أن يصدر المشاكل دي للسيد الرئيس، لأنه هو موجود في هذا المكان كوزير أو كمسؤول أو كمدير لحل مشاكل المواطن. المقصود هنا أنه الناس دي يجب أن تقف المشاكل عندها ولا تخرج عن حدودها، لأنه هو موجود في المكان ده، هو ومستشارينه وموظفينه والعاملين معه، من أجل حل هذه المشكلات اللي وصلت
وصلت لهنا والمفروض انها لا تخرج من هذا المكان ومن هذا الباب. هو موجود هنا علشان ايضا يمارس صلاحياته اللي بتفيد المواطن اللي بتخدمه قبل ما يكون في مشاكل اصلا. المفروض انه يوفر لي كل ما هو مطلوب حتى لا يكون هناك تحديات تواجه المواطن، وان وجدت فمطلوب منه انه يذلل كل هذه العقبات وهذه المشكلات دون أن تخرج إلى الرئاسة وتصل إليها. ومن هنا طبعا دوره أصبح في وقفة تجاهه.